مقدمة الزواج جانب مهم من جوانب الإسلام. في الواقع إنه جانب مهم في معظم الأديان. لقد نصح الإسلام بالزواج لأنه يحمي المسلمين ويحميهم من العديد من الذنوب مثل العلاقات الغير الشرعية. أحد الجوانب المهمة للزواج والتي يبدو أن العديد من المتزوجين يجدونها صعبة هو الحفاظ على علاقة جيدة مع الزوج. يعد الفشل في التعلم والتصرف بشأن هذا الجانب من الزواج أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل الطلاق بين السكان المسلمين بشكل كبير. لن يجد المتزوجون أبداً السعادة الحقيقية أو السلام في منازلهم إلا إذا عاشوا معاً بطريقة طيبة. وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة الطيبة بين الزوجين لأنها تساعد على استدامة جوانب الحياة المختلفة التي سيواجهانها مثل تربية الأبناء، كما أنها تحقق لهما السعادة. سورة النساء الآية 19: ولا تعسر عليهم ليأخذوا بعض ما أتيتهم إلا أن يأتيوا بفاحشة مبينة وعاشروهما بالمعروف. وهذا أمر من الله تعالى، ولذلك فمن خالف هذا الأمر فقد أثم، ومن اجتهد في سبيل الله تعالى فله أجر عظيم على جهده. بل إن الله تعالى أمر المسلمين الذين يطلقون أن يعاملوا بعضهم البعض بالمعروف. لذلك يجب على الزوجين أن يبذلا قصارى جهدهما لمعاملة بعضهما البعض بلطف. سورة 65 سورة الطلاق الآية 2: إما الاحتفاظ بها بشروط مقبولة أو التخلي عنها بشروط مقبولة. ولذلك فإن هذا الكتاب القصير سوف يناقش بعض جوانب الحفاظ على علاقة جيدة مع الزوج. الحجج نظراً لأن الناس ليسوا مثاليين، فسوف يكون هناك جدال بين الزوجين طوال فترة زواجهما. في الواقع لا توجد علاقة خالية من الحجج. من المهم استخدام الكلام اللطيف أثناء الجدال، لأنه من النادر أن يتقبل شخص ما خطأه ويقبل الحقيقة عندما يتم التحدث إليه بطريقة قاسية. في الواقع القسوة لن تؤدي إلا إلى إبعاد المرء عن قبول خطئه والتغيير نحو الأفضل. وفي كثير من الأحيان فإن من يعامل الآخرين بقسوة يسبب مشاكل أكثر من الشيء الأولي الذي يؤدي إلى الجدال حتى لو كانوا على حق. تماماً كما لا ينبغي التحدث عن بعض الحقائق عندما يمكن أن تسيء إلى شخص ما، كما لا ينبغي لمن هو على حق أن يستخدم القسوة أثناء الجدال. كونك على حق لا يعطي الشخص الحق في استخدام القسوة في الكلام، وهذا الموقف لن يؤدي إلا إلى نمو العداء بين الزوجين. بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل ترك بعض الأشياء التي ليس من الضروري الاعتراف بها أو فهمها بدلاً من الجدال حولها مع الزوج. التغاضي في أغلب الأحيان يؤدي إلى سعادة أكبر من التوبيخ الدائم والجدال مع الزوج في كل قضية صغيرة. فبعض الأمور المهمة مثل الواجبات هي أمور يجب تناولها ومناقشتها حتى لو أدى ذلك إلى جدال. ولكن في مثل هذه الحالات يجب دائماً استخدام الكلمات الرقيقة، لأن النتيجة الناجحة تكون أكثر احتمالاً باستخدام هذه التقنية. الكثير من الانتقادات حتى لو كانت بناءة يمكن أن تؤدي إلى العداوة. الشخص الحكيم يفهم أن غالبية الناس خاصة في هذا اليوم وهذا العصر لا يحبون أن يتم انتقادهم بشكل بناء، وهذه العادة لن تؤدي إلا إلى العداوة بين الزوجين. إن الانتقاد البناء من حين لآخر أمر مقبول، لأنه يساعد بعضنا البعض على التحسن كمسلمين، ولكن لا ينبغي المبالغة فيه، ويجب أن يتم ذلك بطريقة لطيفة وفي الوقت المناسب. إن قول الشيء الصحيح في الوقت غير المناسب يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المشاكل. كونه ملاحظاً من المهم أن يقدر كل شخص الحالة المزاجية لزوجته قبل التحدث إليها. بمعنى إذا لاحظوا أن زوجاتهم متعبة أو مريضة أو في حالة مزاجية سيئة، فمن المهم أن يختاروا كلماتهم بحكمة أكبر، لأن التحدث في الوقت غير المناسب غالباً ما يؤدي إلى جدالات. في مثل هذه المواقف يمكن أن يكون لإعطاء بعضكما بعضاً من المساحة تأثيراً إيجابياً كبيراً على الزواج.
لا ينبغي للمرء أن يطلب أشياء غير ضرورية من الآخر في هذه المواقف، لأنه من غير المرجح أن يتم تلبية طلب الزوج، ومن المرجح أن تؤدي المحادثة إلى جدال. المساومة جزء من العيش بلطف، هو فهم أن الزواج يدور حول التضحية والتسوية. لا يمكن للزوج أن يتوقع الحصول على ما يرغب فيه طوال الوقت. الزواج علاقة عطاء وأخذ. في معظم الحالات، كلما زاد استسلام الشخص وتضحيته من أجل شريكه، كلما زاد تقديره له وفي المقابل ضحى من أجله. امتنان، ومن المهم أن يظهر كلا الزوجين التقدير لبعضهما البعض عند تلبية الطلبات. ومع أن مصدر النعم هو الله تعالى وحده، إلا أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قد حذر في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4811 من أن من لم يشكر الله فلا يمكن للناس أن يشكروا الله تعالى. وذلك لأنه وإن كان مصدر النعمة هو الله تعالى وحده، إلا أنه اختار شخصاً ليكون وسيلة لإيصال البركة. ولذلك فإن شكر الوسيلة هو في الحقيقة طريقة غير مباشرة لشكر مصدر النعمة، ولهذا يتم تكريم سفراء الملوك. ووفقاً للقرآن الكريم، عندما يشكر الإنسان الله تعالى فإنه يحصل على المزيد من النعم. سورة إبراهيم الآية 7: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن طرق زيادة الله تعالى على الإنسان أن يشكر الله تعالى والشخص الذي وصل النعمة. ففي حالة إظهار الزوجين للامتنان لبعضهما البعض، فإن ذلك يجعلهما يلبيان طلبات بعضهما البعض أكثر، مما يؤدي إلى زيادة البركات. الأعمال المنزلية، ومن جوانب المعاملة الطيبة في الزواج أن يساعد كل من الزوجين الآخر في الأعمال المنزلية. في الواقع، كان النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يساعد أسرته في الأعمال المنزلية، مما يثبت أن هذه الأعمال محايدة بين الجنسين. وهذا ما يؤكده حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6039. ولكن من المهم ملاحظة أن المسلم يجب أن يتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل صحيح، ولا يتبع أهواءه. وهذا الحديث صريح في أنه إذا جاء وقت الصلاة خرج إلى المسجد. وهذا يدل بوضوح على أن المساعدة في أعمال المنزل مهمة، لكن صلاة الفريضة مع الجماعة في المسجد أهم. يتم إعطاء الأولوية لكل تقليد، ويجب على الشخص اتباع هذا الترتيب بشكل صحيح وعدم اختيار التقاليد التي يرغب في اتباعها. نية الجانب الأول من الرفقة الصالحة في الزواج هو أن المسلم يجب أن يكون لديه دائماً نية حسنة تجاه زوجته. لا يمكن للزوجين أن يعاملا بعضهما البعض بلطف ويكونا سعداء معاً دون حسن النية تجاه بعضهما البعض. سورة البقرة الآية 231: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو أطلقوهن بالمعروف ولا تمسكوهن بالمعروف لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. عندما يكون لدى الزوجين نية حسنة لإسعاد بعضهما البعض، فإن الله تعالى يهديهما نحو الحب المتبادل والاحترام لبعضهما البعض. وقد جاء ذلك في سورة الأنفال الآية 70: إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم. من المهم أن يكون لدى الزوج والزوجة نية حسنة تجاه بعضهما البعض، كما سيظهر ذلك في أفعالهما. وبمجرد أن تتغير هذه النية، فإن الله تعالى سيغير العلاقة بينهما. سورة الرعد الآية 11: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ستصبح هذه العلاقة بعد ذلك صعبة ومتوترة. عندما يكون لدى الإنسان نية صالحة، فإن ذلك يطهر قلبه الروحي. عندما يتطهر قلبهم الروحي، تتطهر بقية أجسادهم مثل لسانهم. وقد جاء ذلك في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 4094. وهذا سيجعل زواجهما يخطو خطوة كبيرة نحو الخير والسعادة. خطاب لطيف الجانب الثاني المتعلق بحسن الرفقة في الزواج هو الكلام. وبما أن النية هي المظهر الباطن لحسن الصحبة،
فإن الكلام الطيب هو المظهر الخارجي لحسن الصحبة، وعلى الزوج والزوجة أن يتقي الله تعالى في كلامهما مع بعضهما، ولا يمكن للزواج أن ينجح بدون هذه الصفة. تحدث غالبية حالات الطلاق بسبب عدم السيطرة على الكلام. لا يمكن التراجع عن الكلمات المنطوقة من قبل الشخص، لذلك من المهم أن يفكر المتزوجون قبل التحدث، لأن الكلمات يمكن أن تسبب أحياناً ألماً أطول من الأفعال الجسدية، وعليهم أن يعملوا بحديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الشامل والبعيد الموجود في صحيح مسلم رقم 176، وينصح للإنسان إما أن يقول خيراً أو يصمت. سورة الأحزاب الآية 70: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. الكلام الطيب ينفع الزوجين في الدنيا والآخرة، حيث أن الكلمات الشريرة لن تؤثر سلباً على زواجهما فحسب، بل ستؤدي إلى الشر في العالم الآخر. على سبيل المثال، حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2314 من أن كلمة شريرة واحدة فقط تؤدي إلى سقوط الشخص في جهنم يوم القيامة. يجب استخدام الكلام اللطيف عندما يتصل الزوجان ببعضهما البعض. من المهم أن يشيروا إلى بعضهم البعض فقط بطريقة لطيفة، على الرغم من أن المزاح مع الالتزام بالحقيقة ليس محرماً في الإسلام، إلا أنه من الأفضل للزوجين ألا يطلق على بعضهما البعض ألقاباً سيئة. على الرغم من أن الزوجين قد يرى أن الأمر مزحة، إلا أنه سيأتي بالتأكيد وقت لا يكون فيه أحدهما في حالة مزاجية للمزاح، ومناداتهما بهذا اللقب في هذا الوقت لن يؤدي إلا إلى إثارة غضبهما. لذا فمن الأفضل أن يشير بعضنا البعض دائماً بطريقة لطيفة مع الحفاظ على التواضع خاصة أمام الآخرين، ومخاطبة بعضنا البعض بطريقة تهكمية أو ساخرة لا تؤدي إلا إلى العداوة. ومع الوقت قد تكبر هذه العداوة حتى تصبح سبباً للشجار وحتى الطلاق. من طبيعة الإنسان أن يتفاعل مع الناس بنفس الطريقة التي يعاملونهم بها. إذا أظهر المرء اللطف عند التحدث مع الآخرين، فستجد عموماً أن الآخرين يتحدثون معهم بطريقة لطيفة أيضاً، وهذا ينطبق بشكل أكبر على المتزوجين. ويجب أيضاً استخدام اللطف في الكلام عندما يطلب الزوجان شيئاً من بعضهما البعض، ولا ينبغي للزوج أن يطلب شيئاً بطريقة آمرة حتى تشعر زوجته بأنها خادمة أكثر منها زوجة. من المعروف أنه عندما يطلب أحد شيئاً بطريقة لطيفة لا تكون هناك فرصة أكبر للحصول عليه فحسب، بل سيكون الشخص الآخر أكثر سعادة لتلبية حاجته مما لو طلب شيئاً بطريقة قاسية ومسيطرة. وينبغي للزوجة أيضاً أن تطلب الأشياء بلطف دون أن تثقل على زوجها أو تطالبه كثيراً، خاصة عندما لا يكون الأمر ضرورة. والأرجح أن تحصل الزوجة على ما تطلبه إذا طلبت ذلك بأسلوب لطيف، بدلاً من الاستخفاف بزوجها والتشكيك في مشاعره تجاهها عندما يتردد في تلبية طلبها على الفور. ولا ينبغي لأي من الزوجين أن يغضب ويتلفظ بكلمات قاسية إذا لم يتم تلبية طلباتهما. في بعض الأحيان يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يستجيب الشخص لطلب ما، ولا ينبغي عليهم أبداً إثارة الحالات السابقة التي لم يتم فيها تلبية طلبهم، ولا ينبغي لهم أن يزعموا أن زوجهم لا يهتم بهم، وهذا لا يؤدي إلا إلى الحجج ولن يؤدي إلا إلى إبعاد الزوج عما طلبه. من المهم أن نلاحظ أنه من أجل تجنب الخلافات والضغط على الزواج، لا ينبغي لأي من الزوجين أن يطلب الكثير من الأشياء غير الضرورية من زوجته. يمكن أن يصبح هذا الموقف مرهقاً، حيث قد يشعر الزوج وكأنه ليس أكثر من مكينة صرف آلي لزوجته، وقد تعتقد الزوجة أنها ليست أكثر من خادمة في بيت زوجها. اللطف في الأفعال عنصر آخر من عناصر الرفقة الجيدة بين الزوجين، هو المعاملة الطيبة. لا يجب على الشخص أن يظهر معاملة طيبة لزوجته من خلال كلماته فحسب، بل من خلال أفعاله أيضاً. وفي الواقع
فقد أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 3895 أن خير الرجل من يحسن إلى زوجته. لذلك لن يكتمل المسلم خلقه حتى يعامل زوجته بلطف، حتى لو كان يعامل الآخرين باحترام ولطف. ويجب الوفاء بحقوق جميع الناس، ولا يمكن للمرء أن يتوقع النجاح بإيفاء حقوق بعض الأقارب وتجاهل حقوق الآخرين. والمسلم الحقيقي يسعى إلى أداء جميع الحقوق التي فرضها الله تعالى عليه. وفي حديث في جامع الترمذي برقم 2003 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. ولذلك فمن الضروري أن يتبنى المسلمون هذا السلوك خاصة مع أقاربهم مثل أزواجهم. ومن النفاق الواضح أن يعامل المرء العالم الخارجي بلطف، وأن يعامل المرء أسرته مثل زوجته بطريقة غير لطيفة. هذا الشخص يتبع فقط رغباته الخاصة وليس التعاليم الإسلامية. هذا الشخص ذو الوجهين سوف يفضح في النهاية ويهان في الدنيا، وسيواجه عذاباً عظيماً في الآخرة ما لم يتوب توبة صادقة. التغاضي والعفو جانب آخر من المعاملة الطيبة، هو أن يقوم كل مسلم بإزالة الصور الخيالية للزواج من أذهانهم، حيث لا يوجد شخص أو زوج مثالي. يجب عليهم بدلاً من ذلك أن يفهموا أنه مثلما هم بعيدون عن الكمال، كذلك الحال مع الآخرين. بمعنى أنه كما يخطئ المرأة يخطئ غيره، وكما يحب أن يتغاضى الآخرون عنه ويغفرون له، فهل ينبغي أن يتغافلوا ويغفروا أخطاء الآخرين؟ سورة النور الآية 22. وليعفوا وليصفحوا لئلا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا الأمر أكثر أهمية بالنسبة للمتزوجين، لأن عدم التغاضي عن الأمور وتركها لن يؤدي إلا إلى التوتر في زواجهما. يجب على كل مسلم أن يتعلم ترك الأمور تسير وعدم التمسك بالأحقاد، وبالتالي استخدام أخطاء زوجته السابقة ضده. لسوء الحظ هذه العقلية شائعة جدا بين المسلمين اليوم، فهم يرفضون ترك الأمور تسير على ما يرام، ويذكرون الآخرين بأخطائهم حتى بعد مرور عقود. وهذا لا يقلل من فرص مغفرة الله تعالى لهم فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى العداوة والصعوبات في علاقاتهم. عندما يقضي الزوجان الكثير من الوقت معاً، قد يكون هذا النوع من المواقف كارثياً. إن تعلم ترك الأمور لا يجعل المرء مسلماً أفضل فحسب، بل يزيد من فرصته في أن يغفر الله تعالى له، ولكنه أيضاً يخلق الاحترام والمحبة له في قلب شريكه، وهذا سيجعل زوجاتهم يبذلون قصارى جهدهم لإرضائهم. وبصرف النظر عن الأشياء المحظورة، يجب على المسلم أن يتعلم ترك القضايا الصغيرة الأخرى وعدم تحويلها إلى مشكلة كبيرة. من المحزن أن نسمع أن الأزواج غالباً ما يتجادلون حول أشياء تافهة. الشخص الذي يرتكب الأخطاء لن يحظى بزواج ناجح أبداً. إنهم لن يؤدي إلا إلى جعل حياتهم وحياة الآخرين صعبة. إذا كان الله تعالى لا يخطئ مع أنه يعلم كل شيء، فلا ينبغي للمسلمين أيضاً إذا كانوا يرغبون في العثور على بعض المتعة في علاقاتهم وخاصة الزواج. ولهذا أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 3645 أن الرجل لا يكره زوجه على خلق فيه، فإنه قد يكون فيه خلق آخر يعجبه. هم؟ ينصح هذا الحديث أيضاً أن يحاول المسلم مراقبة زوجته بطريقة إيجابية، بدلاً من ملاحظة أو تقييم خصائصه السلبية دائماً. وهذا لا يعني أنهم يجب أن يتصرفوا كما لو كان زوجهم مثالياً، وهذا يعني أنه لا ينبغي عليهم أن ينتقدوا الخصائص السلبية البسيطة، بينما يشجعونهم بلطف على التخلي عنها مع مرور الوقت. هناك فرق شاسع بين التجاهل التام للصفات السلبية للآخرين وبين التصرف وكأنهم مثاليون والتركيز على جوانبهم الإيجابية مع نصحهم بلطف بالتغيير نحو الأفضل. نادراً ما يتغير الناس بين عشية وضحاها، لذا يجب على المسلمين التحلي بالصبر، لأن الأمر يستغرق وقتاً للتخلي عن الخصائص السلبية.
إظهار المودة جانب آخر من المعاملة الطيبة هو إظهار المودة لبعضهم البعض، وهذا لا يقلل من رجولة الزوج لفعلته هذه، إنها طريقة لإظهار للزوج أن له مكاناً مهماً في حياته، وهذا يزيد من المحبة والمعاملة الطيبة بين الزوجين. ولكن من المهم أن نلاحظ أنه يجب دائماً الحفاظ على التواضع خاصة أمام الآخرين، ولهذا السبب من المهم أن يكون للزوجين مساحة خاصة داخل منزلهما حيث يمكنهما قضاء بعض الوقت الخاص معاً خلال النهار. الرد بصدق مع الخير حتى عندما يظهر أحد الزوجين سوء الخلق لا ينبغي للمسلم أن يرد بالمثل، لأن هذا ليس علامة على المسلم الحقيقي، بل ينبغي عليهما أن يتقي الله تعالى من عواقب سوء الخلق وأن يتحليا بحسن الخلق مع أزواجهم، وهذا لن يؤدي إلا إلى رفع مكانتهم في الدنيا والآخرة، وحتى أسوأ الناس سيقدرون في النهاية رد الفعل هذا من شخص ما حتى لو لم يظهروه. وعلى المسلم أن يتذكر أن الله تعالى يراقبهم ويجزيهم في الدارين، فإذا أحسن المسلم إلى زوجته في سبيل الله تعالى كان أجرهما عنده، ولا ينبغي لهم أن يطلبوا التعويض من أزواجهم. ومن أراد الأجر من الله تعالى فليعمل لوجهه، ولا يطلب الأجر إلا منه دون غيره، وهذه نقطة مهمة للغاية يغفل عنها الكثيرون، ويعاملون أزواجهم بلطف وينتظرون الأجر منهم عندما يعملون في سبيل الله تعالى كما أمرهم أن يعاملوا أزواجهم بلطف. ومن احتسب الناس الأجر قيل له أجرهم يوم القيامة، وهو أمر لن يكون ممكناً، وهذا ثابت في حديث جامع الترمذي برقم 3154. خاتمة وفيما يلي ملخص لمعظم النصائح المقدمة في هذا الكتاب حتى الآن، وقد أعطيت في البداية للمرأة ولكن تم تحريرها بحيث تنطبق على كل من الأزواج والزوجات. إذا كان المسلم يتصرف كالأرض ويدعم زوجته في كل الأوقات، فإن زوجته ستصبح السماء بالنسبة له من خلال حمايته من الأذى. إذا أعطى المسلم راحة البال والجسد لأزواجه ففي المقابل سيصبحون دعامة الدعم المالي والعقلي والجسدي لهم. إذا سعى المسلم جاهداً لإبقاء زوجته سعيدة ضمن قوانين الإسلام فسوف يجد أن زوجته بدورها تفعل الشيء نفسه. إذا احترموا زوجاتهم وكرموها فسوف يحصلون على نفس الشيء، بمعنى أن ما يعطيه هو ما سيحصل عليه. وينبغي للمسلم أن يكون متواضعاً ولا يتكلم ويعمل إلا بما يرضي الله تعالى وأزواجه، وعليهما أن يكونا راضيين بزواجهما وبما يملكان، فهذا هو الغنى والسعادة الحقيقية. من الواضح تماماً إذا لاحظ المرء وسائل الإعلام أن الشهرة والثروة لا تجلب السعادة. في الواقع ينتهي الأمر بأغلبية المشاهير إلى الطلاق على الرغم من شهرتهم وثروتهم. يجب على المسلم أن يتأكد من أنه يجب عليه أن يتزين لزوجته مع تجنب الإسراف والتبذير، لأن هذا جانب من جوانب الحفاظ على الحب الذي يتقاسمونه. يجب على المرء أن يكون دائماً على دراية بمزاج زوجته وأن يتحدث ويتصرف بشكل مناسب، حيث يمكن أن تحدث الحجج حتى لو قيل الشيء الصحيح في الوقت غير المناسب، على سبيل المثال عندما يكون المرء جائعاً أو متعباً. وينبغي للمسلم أن يقدر قيمة المال ولا يهدره، فإن ذلك يكرهه الله تعالى ويكرهه الزوج الذي يخاف الله. وينبغي للزوجين أن يعطوا الأولوية القصوى لتعليم أنفسهم في الأمور الدينية وضمان حصول أبنائهم على التعليم الجيد في الأمور الدنيوية والدينية، وهذا التعليم سوف يعزز الرابط بينهما. وينبغي للمسلم أن يحاول تلبية الطلبات المعقولة لأزواجه طالما أنها لا تتحدى أوامر الله تعالى، حيث إن إنكار الزوج باستمرار يمكن أن يؤدي إلى الغضب والجدل. يجب أن يظل أي شيء يحدث بينهما سراً، لأن كشف الأسرار قد يؤدي إلى كسر الثقة بين الزوجين. الاستثناء الوحيد هو عندما يطلب شخص ما نصيحة شخص آخر، ولكن حتى في هذه الحالة لا ينبغي أن تصبح مسألة عامة ولا ينبغي أن تنتشر إلى عدد كبير جداً من الناس. يجب على المسلم أن يحاول ضمن حدود
أن يعكس مشاعر زوجته. على سبيل المثال، لا ينبغي أن يكون سعيداً بشكل علني عندما تكون زوجته حزينة، لأن هذا يمكن أن يجعل الشخص يعتقد أن زوجته لا تهتم بمشاعره. يجب على المسلم أن يتعلم التضحية والتنازل من أجل زوجته ضمن حدود الإسلام، لأن ذلك سيجعل زوجته تسعى جاهدة لإرضائهم. إحدى الطرق الجيدة لتذكر كل هذا هي أن يعامل المسلم زوجته بنفس الطريقة التي يود أن يعامل بها شريكه زوجته. على سبيل المثال، يجب على الزوج أن يعامل زوجته بنفس الطريقة التي يحب أن يعامل بها زوج ابنته ابنته، أو يجب على الزوجة أن تعامل زوجها بنفس الطريقة التي تحب أن تعامل بها زوجة ابنها ابنها. إن تبني هذه العقلية وحده سيكون كافياً لحل مشاكل لا حصر لها داخل الزواج.